تأثرت على نطاق واسع جدا بالكتابة بالحرف العربي. كلمة كرسي هي نفسها كرسي، كلمة طاقة العربية بمعنى الفتحة والمنفذ الذي في على الحائط هي نفسها في الهرارية، لكن مع طبعا فرق انه الصوت المفخم يرقق، يعني الطاء تصبح تاء فيقولوا طاقة. كلمة محددة جاءت من اللهجة المصرية، بصاص، بصاص من بصة يبصوا، هم يستخدموها بمعنى جاسوس. ايضا يتم تحويل بعض الاصوات، يعني كلمة خضروات تصبح عندهم خضارات. القصائد دائما اما ان تكون بالعربية باللغة العربية كاملة، وإما أن تكون بالهرارية كاملة سواء كانت شفهية أو مكتوبة، أو تكون باللغتين معاً.